اسامي الطيار، خلينا نتكلم على ملف التجديد. عايزين نطمن جماهيرنا واقفين لغايه فين. يعني احنا عارفين ان هو لسه عقده ممتد للسنه الجايه، عايزين نطمن على تجديد عصام الطيار للنادي الاهلي. بص، هو عصام الطيار طبعا وجوده في النادي الاهلي طبعا لا خلاف عليه، مهم جدا جدا جدا. عصام ما فيش اي خلاف في النقاش او المفاوضات ما بينه وبين النادي الاهلي، لان هو ابن النادي الاهلي، فما فيش خلافات خالص. حتى على ما اعتقد يمكن ما بخشش شويه في موضوع الماديات قوي مع اللعيبه، يعني بتبقى منه لاداره النشاط الرياضي والمدير الفني يعني. ولكن انا لاخر فتره قبل حتى مباريات الزمالك سواء دوري او كاس ما كانش في اي خلاف، وكان هيحصل التجديد عادي. ولكن حصل ان جاله عرض من فريق في اوروبا. الكلام ده حصل قبل مباريات مباراه الفيصل الدوري الاخيره ومباراه الكاس، فهو يمكن حتى شفناه بسم الله ما شاء الله متالق في نهائي الكاس وهو بيلعب لاخر لحظه. طبعا الامور دي مطروقه بقى لاداره النادي ومجلس الاداره لغايه النهارده. يمكن كان اخر كلام اول امبارح، كانوا لسه في نقاش وتفاضلات يمشي ما يمشيش، لكن ولا لسه اتخذ قرار ان هو هيوافقوا له ان هو يسافر، ولا هو مضى لسه ما جددش. يعني لغايه وانا مع حضرتك دلوقتي لسه هو ما جددش ولسه ما اتخذش قرار في موضوع سفره. طبعا ملف التجديدات دايما لاداره خاصه، اداره بالزبط. يعني انتوا كمديرين فنيين بتقولوا رايكم، ولكن اداره النادي من خلال التفاوض مع اللاعب دي بيكون اداره مختلفه وملف مختلف. وانا عايز اقول حاجه، معلش انا اسف، في الجزئيه دي مهمه جدا. يمكن حتى كابتن طارق محروس دايما لما لعيب بيجي له اي حاجه او اي عقد خارجي عمره بيقف في مصلحه اللعيب. يعني هو دايما بيقعد مع اللعيب يدرسها معاه، يقول له تعالى ندرسها لو استفاده ليك، لو عقد قوي يليق بيك. عمر ما اداره النادي ولا المدير الفني هيقف في طريقك. وحصل اكيد كابتن، وحصل مع عبد الرحمن حميد طلع اعاره السنه دي هتنتهي في حوالي 30/6 تقريبا. فالنادي ما بيقفش قدام ولاده، ولكن هو بيرجع. يعني اعتقد ان هو هيعمل كل حاجه ان عصام حتى لو طلع يرجع نادي الاهلي تاني. صحيح. ومش هيقف اكيد في سكه اللعيب يعني او في مستقبله، ولكن دي ملف زي ما حضرتك بتقول، ملف مع اداره النادي ومع المدير الفني يعني. صحيح.